جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة وضع المكياج وأدوات الزينة أثناء صيامها؟ ماذا سلذلك الحمد لله. ما لم يتسرب إلى حلقها شيء، إذا وضعت شيئا على شفتيها تحذر من أن يتسرب شيء إلى حلقها، وأما إذا لم يحصل من ذلك شيء يتسرب إلى الحلق فلا بأس بأن تستعمل ما شاءت من أدوات التجميل وهي صائمة، غير أنه يجب أن تلاحظ عدم الفتنة وأن لا تتجمل بهذه الأشياء وتظهرها للرجال الذين ليسوا من محارمها لما في ذلك من الفتنة. نعم.